هنا تقع الجابون، وهنا أيضا وقع انقلاب جديد ليزلزل إفريقيا مجددا. وهذه المرة من يميل له هوى حكام الجابون العسكري الجدد سيكسب الكثير والكثير، لأن الجابون ببساطة عملاق النفط الإفريقي بلا منازع. وإذا ما نظرنا لتاريخ الجابون الخاضع لفرنسا واستعمارها القديم والجديد، فكما الحال بباقي دول إفريقيا التي انقلب عسكرها، فإن الأنظار ستتجه إلى روسيا. وحتى اتضاح وانكشاف تفاصيل صراع القوى الكبرى في الجابون، سواء ستكون غربية الهوى مع الأمريكان أو الفرنسيين، أو شرقيته صوب روسيا والصين. تعالوا نحدثكم عن ثروات الجابون وتاريخها، فلربما منها العبر مستفادة لمستقبل هذه البلاد التي تتفجر أرضها نفطاً وغازاً، ويعاني كثير من أهلها الفقر والفاقة، على الرغم من اعتبارها أكثر دول المنطقة ازدهاراً والأعلى في مؤشر التنمية البشرية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، جراء الكثافة السكانية الصغيرة التي تقدر بنحو 2 مليون نسمة، إلى جانب الموارد الطبيعية الوفيرة خاصة النفط والغاز والمنجنيز. ولمن لا يعرف جغرافية الجابون، فإنها دولة تبلغ مساحتها 270 ألف كيلو متر مربع تقريبا، وتقع في غرب وسط إفريقيا، يحدها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي، والكاميرون إلى الشمال، والكونغو من الشرق والجنوب. أما عاصمتها وأكبر مدنها فهي مدينة ليبرفيل. وبنظرة على تاريخ الجابون الحديث، فإن أول أوروبي وصل للجابون هو الملاح البرتغالي دييغو في القرن 15، واسم البلاد الحالي يعود إلى الاسم البرتغالي جاباو. وفي عام 1910 أصبحت الجابون واحدة من 4 أقاليم في إفريقيا الاستوائية الفرنسية، وهو اتحاد دام حتى عام 1959، قبل أن تنال الجابون استقلالها في 17 من أغسطس عام 1960. إلا أن هذا الاستقلال لم يكن إلا استقلالاً صورياً كما حال معظم دول إفريقيا. فمنذ الاستقلال حكمها 3 رؤساء فقط، كما حكمتها عائلة واحدة مدة 56 سنة، حيث كان أول رؤسائها ليون مابا عام 1961، ولطالما تم اعتباره حاكما ديكتاتوريا كانت مهمته ضمان المصالح الفرنسية، حتى أن الأموال الفرنسية كانت السبب الرئيسي في نجاح حملته الانتخابية. ورغم محاولة انقلاب عسكري الإطاحة به، لكن فرنسا تصدت له عام 1964، واستمر ليون مابا حاكما للجابون حتى وفاته عام 1967، ليحل مكانه عمر بونغو، الذي ظل أيضا حاكما متفردا بسلطات الجابون حتى وفاته عام 2009، حيث أعيد انتخابه ل3 فترات رئاسية متتالية مدة كل منها 7 سنوات. ولم يزح عن حكم الجابون إلا الموت، ليخلفه نجله الرئيس الحالي علي بونغو، الذي تم الانقلاب عليه وعزله، حيث بدأ حكمه بغضب كبير من المعارضة التي اتهمته بتزوير الانتخابات، كما كانت هناك دعوات للمقاطعة واتهامات بالفساد والرشوة، حتى أن الإعلان عن نتائج انتخابات الجابون في 2009 ترافق باحتجاجات كبيرة وأعمال شغب وحرق للقنصلية الفرنسية في بورت جينتل. ورغم أن علي بونغو تعرض لجلطة دماغية في عام 2018 جعلته أقرب للموت مدة 10 أيام، إلا أنه عاد من جديد مع صعوبات كبيرة للحركة لحكم البلاد، حتى أن مرضه لم يعقه في 7 يناير 2019 عن قمع محاولة انقلاب في الجابون، عندما نجحت مجموعة من ضباط الجيش الجابوني في السيطرة على مبنى الإذاعة الوطنية، ومنعوا إذاعة كلمة بونغو بمناسبة العام الجديد. لكن انتهى الأمر حينها بإلقاء القبض على الضباط المتورطين، قبل أن تعلن الحكومة آنذاك فشل محاولة الانقلاب، ليحكم الرئيس بونغو البلاد بقبضة من حديد. وبالنظر إلى فترة حكمه، فقد كانت فرنسية الهوى،
ولكن مع شراكات أخرى مع أمريكا والصين وروسيا. لكن تبقى سمات استمرار إرث الاستعمار الفرنسي هي الأوضح، ليس فقط عبر سيطرة شركات فرنسية على التنقيب واستخراج الثروات، وهو ما تجلى بوقف شركة التعدين الفرنسية إيراميت كل عملياتها في الجابون بعد الانقلاب، في ظل حقيقة أن حصة الأسد من منجنيز البلاد لفرنسا التي تسيطر على كثير المشاريع هناك ابتداء من النفط حتى النقل. بل تتضح ملامح سيطرة الفرنسيين الثقافية عبر استمرار اعتبار اللغة الفرنسية اللغة الرسمية للجابون رغم وجود عديد اللغات المحلية، حيث يتكلم 80% من السكان الفرنسية إلى جانب لغاتهم المحلية. كما أيضا تتجلى الملامح الاقتصادية بتعامل الجابون بالفرنك الإفريقي الذي خلقته فرنسا، ورغم أن هذه البلاد التي ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس تعد من بين أعلى معدلات دخل الفرد في إفريقيا بفضل ثرواتها من النفط والذهب واليورانيوم، لكن هذا لم يحل دون أن يرزح أكثر من ثلث سكانها تحت وطأة العوز والفاقة. وهنا لابد من الحديث عن أهم ثروات الجابون، وعلى رأسها الثروة النفطية الهائلة التي ظهرت منذ اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة للعاصمة ليبرفيل عام 1931، ما جعل الجابون ضمن أكبر 5 منتجين للنفط الخام في جنوب الصحراء الإفريقية منذ تأسست صناعة النفط في البلاد في عام 1956 لتجذب شركات النفط الدولية الكبرى مثل توتل وشيل وإني وإكسون موبيل، وهي شركات تمتلك تراخيص الاستكشاف واستغلال حقول النفط الكبيرة في البلاد، وتسيطر الدول الكبرى من خلال شركاتها على نفط البلاد تحت واجهة تكنولوجيا وخبرة شركاتها لتحسين إنتاجية حقول النفط. ورغم كل هذا ما زال النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، ويشكل حوالي 80% من صادرات البلاد و45% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغ إنتاج النفط في الجابون 200,000 برميل يومياً منذ مطلع 2023، منخفضاً عن مستويات عام 2016 التي بلغت 250,000 برميل يومياً. أما الإنتاج النفطي للبلاد فقد وصل ذروته عام 1996 مسجلاً 365,000 برميل يومياً. ومنذ أبريل الماضي شهد القطاع النفطي انتعاشة كبيرة في الجابون جراء التدفقات الجديدة من أولى أبار شركة بي دبليو إنرجي النرويجية. ورغم أن الجابون تركت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عام 1995 بسبب الرسوم المرتفعة بعد أن كانت عضوا فيها منذ عام 1975، إلا أنها عادت إلى أوبك رسمياً عام 2016 لتحافظ على مركزها بين كبار منتجي النفط. وفيما يخص الغاز الطبيعي بلغ إنتاج الجابون 454 مليون متر مكعب بنهاية 2021، ليسجل ارتفاعاً من 80 مليون متر مكعب فقط في 2010. كما تمتلك الجابون 26 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية 2021 معظمها في حقول النفط. وكنظرة تلخيصية لاقتصاد الجابون يمكن تأكيد أن إيرادات النفط مع السوائل الأخرى تصل قرابة 45% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بينما يكمل المنجنيز والذهب جزءا يعتد به من ناتج الجابون. وبعيداً عن ثروات ما تحت الأرض، نجد أن الجابون تتمتع بطبيعة ساحرة ما يؤهلها لتكون وجهة سياحية بين الأفضل في إفريقيا، حيث تقع الجابون على ساحل المحيط الأطلسي بوسط إفريقيا، وبفضل مناخها الاستوائي تغطي الغابات المطيرة 85% من أراضيها، وتشتهر بأعشاب السافانا وأشجار المانجروف القرم والبحيرات والشواطئ، ما يجعلها موئلاً مثالياً لأنواع مختلفة من الحيوانات والزواحف. وأخيراً، رغم كل هذه الثروات في باطن الأرض وفوقها، تعاني شرائح كثيرة في الجابون
من الفقر والتفاوت الاقتصادي، حيث أن معظم الثروة تتركز في العاصمة ليبرفيل والمناطق المحيطة بها، بينما يعيش العديد من السكان في الريف في فقر شديد. واليوم يأتي هذا الانقلاب الذي ما زال في أيامه الأولى، بينما تتجه أنظار العالم لمن ستؤول الأمور في الجابون من بين الدول الكبرى، يقف فقراء الجابون ومعدموه ليمنوا النفس بحكم جديد يعطيهم من خيرات بلادهم وينتشلهم من العوز والفاقة.